اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم الوطني كفاءات اردنيه. كما عودناكم نستضيف نخبه النخبه من ابناء هذا الوطن العزيز. رحبوا معي مع منيب الهيموني من محل الهيموني للالمنيوم والزجاج والديكورات سكوريت ابو جرات براويز. بدايه استاذ منيب يسعد صباحك. صباح النور يا استاذ. استاذ منيب ممكن اعرف الساده المشاهدين اكثر من هو منيب الهيموني؟ منيب الهيموني اللي يشتغل مجال المطابخ والزجاج والبراويز والسكريت. ما شاء الله عليك. يعني لو تخبرنا اكثر عن سيرتك الذاتيه. انا بدات شغلي في 92 عملي في شركه ابو عيشه. جميل. غوشه. وانطلقت من ساعتها يعني في الصناعه شوي شوي تعلمت الصناعه لما احترفنا فيها يعني. جميل. أصلاً في شغل المطابخ والسكريات والوجهات والبراويز. جميل. لو تكلمنا أكثر عن محل الهيموني، متى تم إنشاؤه وما هي فكرة الإنشاء؟ هلا تم إنشاؤه في سنة 2002. حلو. ففكرة الإنشاء إنه الواحد صنعة يفيد بلده يعني. فشغل المطابخ الألمنيو يفيد الواحد المواطنين يعني. الشغل يعني كمان دار. جميل جميل استاذ منيب الهيموني، لو تحدثنا اكثر الان عن ما هي الخدمات، ما هي المميزات التي تميز محل الهيموني؟ يعني بالنسبه زي مشاريعكم. مشاريع هلا احنا نتطور مثلا كشغل كديكورات يعني. يعني نحب نطور الشغل كديكورات والعمل الافضل يعني. جميل. مجال شغلنا يعني. طبعا من الخدمات انتم بتقدموها المنيوم وزجاج ديكورات. نعم. ممكن تحدثنا اكثر عنها؟ الالكابوند برضو ممكن نضيفه على شغلنا حاليا. عندي الواجهات السكريت المحلات، تجهيز المحلات زي صيادله، تجهيز يعني التجهيز كامل بنقدر نجهز. جميل. بالنسبه لسكريت والمنيوم يعني داخل شغله ببعض يعني. جميل جميل استاذ منيب. الان لو تحدثنا عن اكثر عطاءات التي تم تنفيذها في محلات هيموني. والله اسكانات، معظم كان شغلنا في الاسكانات بس. يعني وحاليا والله اسكانات ما انت شايف بدها راس مال يعني. صحيح. فما حاليا على شغل السكريات والمطابخ اكثر شيء يعني. جميل. متخصصين اكثر شيء يعني. جميل. استاذ منيب احنا سنه 2016 على نهايتها، داخلين ب 2017. ما رأيك في تقدم المشاريع لسنة 2016 ورأيتك نظرتك المستقبلية 2017؟ والله إن شاء الله تفائل خير. إن شاء الله. يعني الواحد الزمن الواحد بتطلع لقدام للعطاء يعني، إن شاء الله إنه خير يكون. إن شاء الله تعالى. أستاذ منيب الآن تحدثنا أكثر عن ما هي المشاكل والتحديات والمعوقات اللي واجهتك في محل الهيموني. المشاكل ما في مشاكل. عمالة ما عمالة؟ لا ما في مشاكل يعني. يعني العمالة موجودة يعني. جميل. بس في ناس سبحان الله يعني مش ما بحبوا الشغل يعني. وفي يعني هيك أصابعك مش واحد يعني. صحيح صحيح أستاذ منيب. أستاذ منيب يعني لو تكلمنا أكثر عن زجاج الألمنيوم اللي عندك، من وين بتستوردهم؟ من وين بتجيبهم؟ الزجاج؟ والله احنا ما بستورد، أنا بشتري من تجار. من تجار؟ نعم. يعني باخذ من تجار خام وما مش مستورد يعني. جميل. استاذ منيب الان احنا توجهنا اتجاه اخر بعيدا يعني عن محلات الهيموني، احنا شايفين الاردن حديقه داخل حريقه. نعم. اوضاع دول حولنا، اوضاع دول ملتهبه، ماذا تعني لك نعمه الامن والامان؟ هذا اهم شيء، اهم نعمه احنا فيها يعني. الامن والامان اهم نعمه يعني. الحمد لله نشكر جهود الامن والجيش، ونشكر جلاله سيدنا على هذا الامن. الحمد لله رب العالمين. الله يديم علينا من نعمة. طبعا أستاذ منيب، لو حالفك الحظ وقبل الجلال سيدنا الملك عبد الله الثاني أبا الحسين في ظل هذه القيادة الحكيمة، في ظل هذه القيادة الرشيدة، ماذا تود أن تقول له؟ أشكره على الأمن والأمان أهم شيء، وعلى الوضع اللي احنا فيه الحمد لله. يعني نشكره جزيلا على اللي احنا فيه يعني. الحمد لله النعمة. ونحن نشكره طبعا اكيد عبر منبر قناة جسات أستاذ منيب، ونحن نقول له تقدم يا أبو الحسين ونحن جنود. نعم. من خلفك. الله يديمه فوق راسنا ان شاء الله تعالى. استاذ منيب، عندنا منظومه البطاله، منظومه العيب، شبابنا بقول لك انا عيب اشتغل، بديش اشتغل في محل الزجاج. نعم موجود هذا. حرف مهنية. شو حاب توجه رساله لهم؟ والله الشغل مش عيب يعني. انا بحياتي اشتغلت، كنت اكنس في المحل عند الناس. الشغل مش عيب
والواحد طموح لقدام، مش انه من ساعه انه بده يصير. صحيح، الواحد بده شوي شوي ليتعب على حاله. صحيح صحيح. وانا بضم صوتي لصوتك طبعا استاذ منيب. استاذ منيب، في نهايه لقاء الجميل معكم، ممكن اعرف الساده المشاهدين اكثر على موقع منيب الهيموني وارقام الهواتف للتواصل؟ انا محلي بسحاب عند الاحوال المدنيه الشارع الرئيسي، رقمي 0796 39 290، ورقمي الثاني 0785548669. في كمان رقم موبايلكم برضو التواصل 0779514519. جميل جميل. سوف تظهر أرقام على الشاشة طبعا زميلنا مدير التصوير الأستاذ ضياء بدران. وفي نهاية اللقاء الجميل معك أستاذ منيب، أرجو أن تسمح لكاميرا قناة جوزات بتجول داخل محل الهيموني. حياكم الله ومحلكم، وأهلا وسهلا فيكم. شكرا لك أستاذ منيب، ونحن نشكرك عبر منبر قناة جوزات ولدعمك برنامج كفاءات أردنية. وإلى هنا تنتهي حلقتنا أعزائي المشاهدين، وانتظرونا بكفاءات جديدة كما عودناكم، ودمتم بأمان الله.